مرحبا FA students، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. Hi FA students، how are you? Hope all of you are doing well. Today إن شاء الله we are going to learn more about the Arabic language. Are you ready؟ مستعدون؟ هيا بنا. Today FA students we will learn about الألوان. Please listen carefully and repeat. الألوان. What is the meaning of الألوان? ما معنى الألوان؟ فكر. أحسنتم. If students, الألوان means colors. تعالوا معنا على اليوتيوب، اضغطوا سبسكرايب لتشاهدوا المزيد. والآن let's have a quick revision about the colors that we study about it before. هيا نراجع الألوان التي تعلمناها من قبل. أحمر 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 أخضر 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 أصفر 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 أزرق 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 أسود 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 برتقالي 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 برتقالي. والآن يا أبطال هيا نبحث عن الألوان. مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة.